رحمة رياض تحيي أولى حفلاتها في الكويت. هند البلوشي تحضر الحفل وتصرخ بأعلى صوتها، والجمهور يوقف رحمة عن الغناء مرات عديدة. أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض أول حفل لها في الكويت في مناسبة التحرير إلى جانب الفنانين حنين حسين وعبد العزيز الويس في مدينة الكويت لرياضة المحركات. يعني شنو هاللقاء هذا؟ سيارة؟ شنو هاللحن هذا؟ نار؟ الأغنية ترند بعدها؟ مبروك، تستاهلين. أنت أي شيء اسمك فيه لازم يكون ترند، وأنت تستاهل، يعني أنت فنان وملحن شاطر. كل التوفيق لك عزوز. لا بس خلص وأنا طالع. روحي ولع الدنيا، روحي ولع الدنيا. يلا الله يوفقك يا رب. يلا شكرا. Good luck. باي. على المسرح وجهت الفنانة العراقية كلمة لجمهورها الكويتي، عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة بالوقوف على مسرح كويتي. وأضافت رحمة أنها لطالما كانت تطمح إلى إقامة حفلة في الكويت وقد حققت طموحها الآن، كما فاجأت الفنانة الجمهور بإطلاق أغنية جديدة لها بعنوان جيت غني للكويت، وقالت أنها جهزت هذه المفاجأة للكويتيين وستسجل الأغنية قريباً. جداً 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 جداً. أنا روحك أنا قلبك. منذ اعتلائها المسرح اشتعل حماس الجمهور، فراحوا يصفقون لها ويهتفون، وقد قاطعوها مرات عديدة فتوقفت عن الغناء لتترك الجمهور يغني وحده. الممثلة الكويتية هند البلوشي كانت من بين من حضروا الحفل وأبدت حماساً كبيراً، إذ راحت تهتف للفنانة وتغني معها بصوت مرتفع. بعد الحفل شاركت البلوشي مقاطع فيديو كثيرة عبر خاصية ستوريز عبر حسابها على سناب شات، كما صورت مقطعاً خاصاً مع رحمة عبرت فيه عن محبتها الكبيرة لها. طبعاً من أصبح ومسي على صوتها كذي، واليوم يصير كذي كلها طاقة إيجابية، وأشوفها كذي لايف. حبيبي نورتي يا روحي. يا عمري نور بيك. أنت النور كله حياتي. شو مسوية بالعالم أنت؟